تزامنا مع الاحتفال باليوم الدولي للعمل البرلماني، نظم معهد البحرين للتنمية السياسية ندوة جماهيرية بعنوان منظومة التشريع ومراكز صنع القرار، إضاءات من مسيرة العمل البرلماني في مملكة البحرين. ندوة جال المتحدثون فيها بين أروقة مختلف المحطات المضيئة التي تدلل على مكامن تلك الإنجازات البحرينية العديدة، لا سيما في الجانبين الديمقراطي والبرلماني، ومضات تعالى بريقها في سماء العمل المؤسسي التشريعي والذي أرسى قواعده ميثاق العمل الوطني من خلال الممارسات الحضارية والدستورية التي رسخت دولة القانون والمؤسسات في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. وإذ أشرق العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه عندما تولى مقاليد حكم البلاد، فقد كان ذلك إيذانا بدخول البحرين في مرحلة جديدة قوامها تدعيم دولة القانون وإعادة الحياة البرلمانية على أساس من المشاركة الشعبية في إطار ميثاق العمل الوطني. ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد، ليتعداه إلى أن يتم التأكيد خلال الندوة الجماهيرية على أهمية ودور البرلمانات في عملية صنع القرار والتشريع وما تمثله كأحد ركائز الديمقراطية وإسهاماتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ليشار في الوقت ذاته إلى ما وصلت إليه الدبلوماسية البحرينية البرلمانية من مكانة مرموقة بين عديد البرلمانات العربية والعالمية. لقد أخذ مجلس النواب موقعه الراهب ودوره المتنامي في القيام بمساهمات ملموسة ومثمرة في مجال الدبلوماسية البرلمانية عبر ما أتيح له من أفق واسع بفضل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، فتوج ذلك بالعديد من الإنجازات على مستوى الحضور المعبر عن المكانة المتقدمة لمملكة البحرين في المنظمات والاتحادات البرلمانية الخليجية والعربية والإقليمية والدولية. إن كل من هذه النجاحات تمثل في وجهها الآخر قيمة مضافة ونجاحات الدبلوماسية البرلمانية البحرينية، لا سيما في ضوء الدعم والمساندة والتشجيع والمؤازرة التي نجدها دوما من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم، ودعمهم بقوة لكل ما يعزز العمل العربي المشترك، وهو ما يمثل دافعاً قوياً لنا للتفاني في أداء الواجب الوطني والقومي والدفاع عن القضايا العربية وتشريف اسم مملكة البحرين في الخارج. وتأتي هذه الندوة من أجل استعراض تاريخ العمل البرلماني وما حققته مملكة البحرين من تقدم رفيع وتطور ملفت في هذا المجال، إلى جانب تسليط الضوء على حجم التعاون والتنسيق الحاصل بين مختلف اللجان البرلمانية في الداخل والتعاون مع البرلمانات الإقليمية والدولية بما يخدم المصلحة الوطنية العليا.